دلوقتي نبدأ بقى. يلا احنا دلوقتي عندنا بسم الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة الفرص اللي بيعلن عنها فرص حقيقية قبل، يعني مش رقم بيتقال. احنا قبل ما بنقول العدد بنكون اتأكدنا من الكيان نفسه وفعلا محتاج الفرص دي، وبعدين بنتابع معاه في مرزم بتعينه، لان هو تأكدنا ان هو طلبهم بالفعل، يعني مش حيرس حقيقية، وان شاء الله نشغل عليها. الاجمالي بتاعهم 340 فرصة عمل. 340 فرصة عمل، 100 منهم مشرف امن او ضابط امن في احدى شركات الامن. المرتب من 1200 ل 1400 جنيه. مميزات التامين الصحي والتامين الاجتماعي، توفير وسيله المواصلات والبدلات، ولو المواطن برضه مغترب عن اسكندريه بيوفروا له المكان المبيت. يعني ممكن حد من خارج اسكندريه يقدم على الميت وظيفه، بيجي ناس من البحيره او حاجه زي كده. احنا قلنا ان ال 100 وظيفه امن دول اول وظيفه فيهم اتاخدت خلاص، ملناش دعوه. لابن سعيد اللي معاه اداب تاريخ، صح كده؟ يبقى فاضل 99 وظيفه بس. البيان بتاع التعيين بتاعهم. طيب حاضر، يبقى فاضل 99 وظيفه بس. زي ما عملنا مع التدريب هنبعت بيان المعينين. البيان هيبقى كامل بكل الوثائق او التوثيق اللي بيقوله في البتاع. احنا كنشوف اللي معانا يا شباب للوظائف الجديده ولا اللي اتعينت؟ خلاص هنقفل بيها في الحلقه. اللي دولي اللي هم فاتوا. لا دي هنقفل بيها الحلقه. هم اللي اتدربوا المؤهلات اللي كامل قال عليها. هجيب التدريبات بتاعتها. يتبقى معانا 240 وظيفه. ايوه، في احدى الشركات. ايوه، على مؤهلات مختلفه ما بين عليا ومتوسطه. ايه بقى هي؟ في الغالب هيبقى بكروس تجاره ونظم معلومات. حلو جدا. عشان كده انا قلت الاخت اللي هي قلت هرد عليها المحاسبه، بكالوريوس تجاره، قالت لك محاسبه ومش عارفه اشتغل. ما احنا دي اللي عاملين حسابها من ضمن التامينين اللي رايحين. طيب، عشان كان ليها ظروف، وظروف سكن، وظروف تقريبا اسره واولاد. اوكي. المرتب هنا في ميزه شويه. هيبدا من حوالي 1500 جنيه لغايه 3000 جنيه. من 1500 جنيه ل 3000 جنيه؟ ما شاء الله. بكالوريوس الوظيفه. بكالوريوس برضه. المميزات نفس المميزات. تاني نقولها الصحي. تاني معلش يا ست مستشار، عشان كل الصحي. الناس اللي فاكره ان القطاع الخاص مش مميزات. والبدلات وكل ما هو متعلق بتامين ال نور المواطن اللي هيشتغل بتاع والمواصلات للعمل متوفر. والمواصلات للعمل، ولو هو من خارج اسكندريه بنوفر له اقامه. هي ميزه فيها اللي هو 240 مش اعلان بس للشركه، لكن لها اكتر من فرع على مستوى وسط. يعني لو جالكم الناس دي اكتر من فرع في المنصوره وليها فرع مثلا لا قريب. فرع في اسكندريه لا، ليها فروع بقى. لا الشركه دي لها بره فروع. ما ده اللي بقول. بالنسبه لاسكندريه لها اكتر من فرع داخل المدينه. طب حلو. طب هيبدا نشاطها امتى؟ من اول 12. من اول 12 ده هو بيعمل مقابلات من يوم الاحد على فكره. هيبدا فاتح للمقابلات. ايوه فندم. طيب رائع. يلا يا شباب. ده طب ال 240 دول في شركه كبرى ليها فروع في محافظات مصر كلها، حوالي 6 أو 7 فروع بس. على فرع في اسكندريه بتبدا المقابلات والانترفيوز من يوم الاحد الجاي. يلا يا شباب قدموا. كمان في حاجه، ده العدد مبدئي بالنسبه لي، لان هيفتح فروع اكتر وهياخد عدد اكتر ان شاء الله باذن الله. هنقول تاني بقى بس مره اخيره قبل بقيه الاتصالات. 340 فرصه عمل جديده، 100 موظف امن، المرتبات من 1200 ل 1400 جنيه، 240 فرصه عمل ما بين بكالوريوس تجاره ونظم ومعلومات، المرتب من 1500 ل 3000 جنيه بكل المميزات اللي احنا قلناها كذا مره. المرتبات اللي هتوصل ل 3000 جنيه، هتبدا من 1500 جنيه توصل ل 3000 جنيه. متامن عليك صحيا. مواصلات للعمل، البدلات موجوده. ده اللي احنا بنقول عليه المرتب ده من غير بدلات. طب من غير بدلات طبعا. ده مرتب اساسي من غير بدلات طبعا. بالظبط. ولو انت من بره اسكندريه هيتوفر لك وظيفه سكن في اسكندريه. يلا بقى، يلا اشتغل كده بدل ما اقول لبابا وماما هاتوا فلوس، انزل اشتغل. يلا ام احمد من القليوبيه، صباح الخير. معلش. رسل من المنيا برضو فصل، انا اسفه بعتذر لكم جدا. طب هدى القليوبيه معانا ولا فصلت؟ ورفعت بني سويف، حقكم علينا والله، اتصلوا بينا مره تانية ان شاء الله تلحقونا، ان شاء الله تلحقونا باذن الله. شركات القطاع الخاص بتنسقوا ازاي مع بعض؟ وازاي بتختاروا شركات قطاع خاص معينه تنزلوا وتعملوا معاها اجتماعات وتمضوا معاها بروتوكول تعاون وتنسقوا معاها؟ لانه واضح ان انتوا
مش عايز اقول بتراقبه بس بتتابعه. لا هو مش بتابع. انا اقول لحضرتك حاجه، خلينا زي ما نرجع للحلقه اللي فاتت ان احنا عاملين فريق عمل بيشتغل لتوفير فرص عمل او فرص تدريب. عندنا فريق للتدريب وفريق لفرص العمل. وخلينا نرجع للحلقه اللي فاتت لما قلنا احنا عندنا رابط بيخش عليه، بيخش الراغب العمل بيحط البيانات كامله ليه، في نفس اللحظه الفريق اللي نازل عامل حصر كل المنشآت اللي عندنا وبينزل يشوف صحاب العمل طالبين ايه. النهارده احنا كمان بنسوق لفرص العمل اللي عندنا. فبنعمل موائمه ما بين حلو احتياجات اصحاب الاعمال والمؤهلات اللي المواطن طالب الشغل، مؤهلاته ايه عشان طالب فرصه العمل. لو حصلت المتوافق بين الاثنين فبيتوظف على طول. حصل انه محتاج تدريب او تاهيل على الفرصه دي فبيتم تدريبه او تاهيله، ممكن من خلال مراكز التدريب بتاعتنا ومن خلال اصحاب الاعمال نفسهم. في لقاءات على طول مع اصحاب الاعمال. احنا قريب هنعمل لقاء معاهم، مع مديرين موارد البشريه. ايه الاتش ار بس هي الفكره ايه مواصفات الشركات القطاع الخاص؟ يعني ليه في شركات قطاع خاص بتتعاون قوي مع القوى العامله كده، وفي شركات قطاع خاص بصراحه هي بتعتمد على نفسها في التوظيف وحتى السكريننج، من اول سكريننج السي فيز لغايه التعيينات في الاخر، ليه؟ اشمعنى؟ شوف هقول لحضرتك حاجه، مفيش حاجه بتبقى كامله كلها مع بعضها، لكن الغالبيه النهارده بتتعاون معانا وتوفر فرص العمل. بس برضو عايزين هو الشاب او المواطن المؤهل على فرصه العمل اللي يشتغل فيها. النهارده في استقرار في سوق العمل، في استقرار في العلاقه ما بين اصحاب الاعمال والعمال. لا في اكل احسن من الاحسن كتير، احسن من الاول. بس لسه يا فندم لسه ما وصلناش للاستقرار غير المنشور. غير الاول، وطالما توجد الاستقرار برضو احنا متدخلين فيه من خلال حوار مجتمعي بين اصحاب الاعمال والعمال. لما بنعمل حوار مجتمعي معاهم فبيحصل ايه؟ بيخلق بيئه عمل مستقره. لان طالما وجدنا بيئه العمل المستقره يبقى زودنا الانتاج، مفيش مشكله. لما بيزيد الانتاج بيزيد خطوط الانتاج، بيزيد خطوط الانتاج بيزيد الفروع، بيزيد المصانع، بالتالي بنخدم على بيزيد الانتاج، تقل البطاله، توفير فرص العمل، توفير فرص عمل، نوصل في الاخر للتنميه اللي احنا بندور عليها طبعا من خلال توفير بيئه العمل المستقره. مشكله البطاله دي يا فندم لو حتى المعدل ال 12.7% ده لو يقل، لو يقل اعتقد هيقل لو اتغير، بس لو يقل حتى خلال السنه سنتين الجايين دول هيفرق معانا جدا. لا هيقل، بيفرق معانا حتى في طاقات الشباب وتوظيفها ونفسيه الشباب. شوف لحضرتك حاجه، هو هيقل اكتر من سبب. السبب الاولاني مشاريع التنمويه كتيره زي ما حضرتك متابعه وعارفه، في مشاريع تمويه كتيره، في فرص الشباب بتتجهز، بس لازم الشباب كمان يساعد. يروح ياهل نفسه على الفرص دي، يروح يشوف المشاريع التمويه اللي محتاجه الشباب طبعا، اللي هو اساس التنميه طبعا اللي هنبني عليها زي ما حضرتك تفضلت. طبعا هو المستقبل، هو المستقبل.